كما أكد الشريف إسماعيل أن الحكومة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى حرص الحكومة على ضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه. احنا بنعمل على أننا نحسن الخدمات بكل أشكالها، سواء كانت صحية، سواء كانت تعليم، سواء كانت إسكان، سواء كانت في صورة طرق ونقل، توفير السلع الرئيسية بوافرة وان ما يبقاش فيها اختناقات بشكل مستمر. الحمد لله الموقف افضل النهاردة. الشرائح الاولى بالرعاية في المجتمع توصل لها منظومة الدعم، وننقي منظومة الدعم ممن لا يستحق، وده بنشتغل فيه وان شاء الله يكتمل لما يبقى عندنا منظومة كاملة لقواعد البيانات عن الحياة في مصر والمواطنين في مصر، وبالتالي نقدر ان احنا نوجه هذا الدعم لمن يستحقه بالفعل.